بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة موضوعنا مختلف وجميل، ومكملين معاكم سلسلة حلقتنا عن الجمال والشعر والبشرة. بس النهاردة هنتكلم عن البشرة وجمالها ونضارتها. أحيانا بنلاقي بنوتة صغيرة في الجامعة بس وشها مفيهوش أي حيوية ولا أي نضارة، وممكن على العكس جدة وسنها كبير ونلاقي فيه كده خدودها موردنة وحلوة وشها فيه حيوية. كل ده هنعرفه من دكتور شاكر يحيى شاكر، أخصائي جراحات التجميل والعناية بالشعر والبشرة. أهلا بحضرتك يا دكتور. ازي حضرتك؟ الحمد لله، نورني مره ثانيه. ربنا يخليك، ده نورك. احنا عايزين نعرف بقى موضوع الحيويه بتاع البشره. يعني احيانا بنقابل بنت صغيره في الجامعه مثلا او كده بتحس ان وشها فيه يعني عجوز ما فيهوش نضاره ولا حيويه وكده، والعكس ممكن ست كبيره وتلاقي كده خدودها حلوه موردنه وفي حيويه من وشها. صحيح صحيح. طبعا يعني خلينا نتفق بس ان مفهوم النضاره يمكن مختلف شوية عما الناس متخيلة. يعني دايما تجيلي بنت أو ست كبيرة في العيادة تقول لي أنا عايزة أعمل جلسة نضارة، والحقيقة يعني أنا احترت يعني إيه جلسة نضارة دي بصراحة. وهو فعلا هو مفيش حاجة اسمها جلسة نضارة، مفيش حاجة اسمها جلسة واحدة للنضارة. الحقيقة أن النضارة يعني إيه؟ يعني وش الوش يبقى صافي، يبقى مورد زي ما حضرتك بتقولي، يبقى فيه حيوية. إذن يبقى جلسة النضارة هي مختلفة من حد للتاني. بمعنى إيه؟ يعني أنا دلوقتي لو عندي بنت عندها مثلا بقع نتيجة حب شباب قديم مثلا، يبقى إذن النضارة بتاعتها إن أنا أشيل البقع ديت هيبقى وشها صافي. لو عندي بنت عندها حفر مثلا نتيجة بالظبط، أنا بعالج المشكلة اللي موجودة. إذن مفيش حاجة اسمها جلسة نضارة وموحدة على كل الناس، لأ. إحنا جلسة النضارة معناها الجلسة اللي تناسب البشرة، اللي تناسب الحالة اللي قدامي، عشان أوصل إن بشرتها تبقى صافية. يبقى إذن مفيش حاجة اسمها جلسة نضارة موحدة لكل الناس. أه يعني اللي عندها لاد سودة بنعالجها، عندها مثلاً حب شباب، طبعًا عندها حفر، أو إن هي وشها صافي خالص بس بهتان زي ما حضرتك كنت بتقولي دلوقتي، فعلا مفيهوش أي دموية، تحس إن هي بهتان. ودايما على فكرة النضارة هي بتاعت الوش بالذات هي مراية للصحة العامة بتاعت الجسم. يعني ما ينفعش أبدا واحدة يبقى عندها مثلا أنيميا، نقص في كرات الدم الحمراء، وتبقى هتبقى نادرة. يعني هو هتبقى نادرة منين؟ لازم، أو بتعمل دايت قاسي مثلا بالظبط، وما بتتبعش الفيتامينز اللي المفروض تتاخد أثناء الدايت. إذا كل شخص بيختلف النضارة بتاعته من 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 حد للتاني. لازم كل واحد يعمل الجلسة اللي مناسبة ليه. لو واحدة عندها بقع مثلا أو تصبغات مثلا من الشمس، إذا جلسة النضارة بتاعتها مثلا تكون نوع من انواع الجلسات اللي بيشيل التصبغات ديت. لو واحده عندها حفر زي ما قلنا نتيجه حب شباب او نتيجه ايا كان السبب، يعني اذا جلسه النضاره بتاعتها ان احنا نحسن الحفر ديت. مش كله زي بعض، بالزبط. بتختلف بالظبط. تمام، حضرتك بتبتديها ازاي؟ يعني حضرتك شخصت النضاره دي برضو بمعنى ايه؟ شوفي يعني انا النضاره ولا ليزر؟ وفي اسماء كتير جدا بنسمعها. هقول لحضرتك الحقيقه ان النضاره تبتدي من البيت، ما تبتديش من ابدا من جلسات. لازم اول حاجه الروتين اليومي اللي لازم تحافظ عليه مهم جدا، عايزين نعرفه ده. الحقيقه ان كل سن كمان بيختلف روتينه عن السن يعني التاني. كل مرحله عمريه هي ليها الروتين بتاعها حسب الحاجات الطبيعيه اللي بتنقص في الجسم. بمعنى اي بنت في الدنيا او اي حد في الدنيا لازم يتبع روتين يومي يبتدي معاه من الغسول او من الحاجه اللي بيغسل بيها وشه. فلازم بشره دهنيه فيغسل بالغسول بتاع البشره الدهنيه عشان يقلل الطبقه بتاعت الدهون يعني اللي بتفرز. يعني الغسول ده بدايه كده اليوم؟ طبعا ده مهم جدا، ده اهم حاجه في الروتين. ما ينفعش صابونه؟ ما ينفعش الكلام؟ لا ممكن صابونه، بس صابونه مخصوصه بالظبط، حاجات طبيه كلها ومناسبه لنوع البشره. ما ينفعش ابدا واحده تبقى بشرتها جافه وتغسل برضه بحاجه تنشف بشرتها اكتر، يبقى احنا كده بنسرع ظهور التجاعيد لان البشره هتنشف. ما ينفعش واحده بشرتها دهنيه وتفضل باستمرار مهمله في الحاجه تغسل بيها وشها، مش بتظبط طبقه افراز الدهون اللي بتطلع من وشها، فبالتالي هتفضل تعاني مثلا من حاجه زي حب الشباب، او باستمرار بشرتها هتبقى مش مريحاها. اذا اول حاجه عندنا الغسول المناسب بالظبط. تاني حاجه التونر. التونر هو بيبقى عباره عن سائل وظيفته ان هو انقباض للمسام اللي في الوش. زي ما حضرتك عارفه
كل البنات دلوقتي بيستخدموا مستحضرات التجميل والميك اب وكل الكلام ده. ما ينفعش ابدا ان انا احط مستحضر التجميل ده مباشره على الوش، لانه بيبقى في حاجات كتيره مش يعني ضاره بالبشره بالظبط. فلازم الاول ان انا امسح وشي كويس قوي بالتونر بعد الغسول عشان ابتدي اعمل انقباض بسيط للمسام كلها، فبالتالي اقدر احط اي نوع من الايه من المواد الكيماويه يعني اللي انا بسميها يعني. ثانيا طب لو هي قاعده في البيت برضو ولا دي بس قبل الميك اب ممكن تحط التونر ثم تبتدي تخش على خطوه تاني زي مثلا كريم الترطيب لو هي قاعده في البيت. طيب لو هي نازله، طب معلش يا دكتور، كريم الترطيب مش محتاج ان المسام تكون مفتوحه؟ لا مش شرط، احنا ده الروتين ان احنا بنبتدي نحط يعني لان التونر ده بيبقى حاجه خفيفه جدا يعني مش حاجه بتسد المسام زي ما احنا بنقول. تمام. بعد كده عندنا واقي الشمس، مهم جدا جدا جدا، وده بقى اللي كتير مننا بينساه. واقي الشمس لازم يناسب البشره اللي هتحطه، واقي الشمس لازم يناسب طريقه الشغل او طريقه ايه النزول في الشمس. يعني مش معقوله يبقى واقي الشمس اللي بيتحط لوحده بتقعد ساعه في الشمس مثلا زي حد شغله طول النهار مثلا في الشمس في موقع او في صحراء او في حاجه، لازم بيختلف. واقي الشمس لازم بيتكرر كل فترة معينة من ساعتين لثلاثة باستمرار. مش أول النهار كده وتفضل عليه طول اليوم. ما ينفعش هو ده اللي بيغفل عنه كتير، لا هو لازم بيتكرر كل ساعتين ثلاثة عشان يبتدي يعني يدي الوقاية المفروضة بتاعته. طب معلش يا دكتور، بينفع تحط واقي شمس وبعدين تحط عليه ميك اب؟ في بقى أنواع كتيرة دلوقتي من الميك اب بتتحط وبيتحط عليها واقي شمس عادي جدا، بالعكس بيشتغل برايمر كمان تعزم الميك اب خالص عن البشرة. فبرضو واقي الشمس ده من الحاجات المهمة جدا. وعلى فكرة واقي الشمس هو مش هدفه التفتيح، هو هدفه ان هو يحمي من البشرة. اشعة الضارة بتاعت الشمس. فتلاقي ناس كتير جدا تقول لك يا دكتور انا اديني مثلا اربع خمس شهور بستخدم واقي شمس وما فتحتش. لا هو مش وظيفته ان هو يفتح، هو بيحافظ على البشرة او ما يسمرش. يعني هو ما يسمرش ان هو ما يفتحش، يعني يخلي البشرة ايه باللون بتاعها. هو طبيعي. حاجه معالجه، هو مش ميك اب. بالظبط بالظبط. ثم خلاص رجعنا بقى من الشغل او من مشوار بتاع النزول بتاع الصبح ده، نبتدي بقى نعتني كل بشره بقى زي ما هي محتاجه. البشره اللي فيها مثلا تجاعيد خفيفه ابتدت تظهر، ممكن نبتدي نستخدم لها الكريمات الغنيه بالكولاجين، الحاجات اللي فيها فيتامين سي. واحده مثلا بشرتها ابتدت بتغمق بسرعه من الشمس مثلا حتى وهي بتحط صن بلوك، تبتدي تحط كريمات تفتيح معالجه. مش بتكلم على برضو كريمات اللي هي الكوزموتكس، لا انا بتكلم على المواد المعالجه، الكريمات المعالجه دي بقى خلاص، دي حاجات بقى اللي هي هتحافظ معايا، هحطها من بدايه ما اروح لحد ثاني يوم. بالظبط لحد ما بين بقى مرطبات، كريمات تفتيح، كريمات فيها كولاجين، السيرمز اللي فيها كولاجين بمختلف انواعها وفيتامين سي، كل دي حاجات بتبقى تختلف بقى من طبيعه بشره للثانيه. ما ينفعش حد ياخد حاجه من نفسه، لازم لا بعد استشاره الطبيب. لان ممكن يحط حاجه ويبقى متخيل ان هو كده بيعتني بنفسه وتضره. بالظبط. طيب تمام. الروتين اليومي اللي حضرتك بتتكلم عليه ده يبتدي من عمر كام؟ ده المفروض من اول 12 سنه. من اول 12 سنه مفروض يبقى ليها طقوس يوميه كده لبشرتها، وبتزيد بقى يعني 12 سنه مثلا بنغير. بالظبط بنغير ونزود يعني. مثلا اكيد مثلا مش هستنى لبنت عندها 12 13 سنه كريمات فيها كولاجين، يعني هي لسه بشرتها ترطيب بسيط. بالظبط. ممكن ترطيب، ممكن تفتيح لو هي بتنزل المدرسه بقى كتير وشمس وكده، ممكن نبتدي نستخدم الحاجات دي من السن ده. طيب لو حد جه لحضرتك هو اوريدي عنده مثلا في بشره بتبقى مش كلها لون موحد او بدايه تجاعيد، ده بنلحقه ازاي؟ هو خلاص اوريدي التجاعيد جت. طيب بنلحق الموضوع ده ازاي؟ بعد ما خلاص بنبتدي نتفق على روتين مع بعض. طبعا مثلا اللي عنده تجاعيد مثلا هنبتدي اكتر نبقى متجهين ناحيه الكريمات اللي فيها الكولاجين واللي بتبتدي تشد التجاعيد، واللي جايه لون بشرته مش موحد بنبتدي نتجه اكتر للكريمات اللي فيها تفتيح. ولكن خلينا بقى ننتقل لمرحله تاني اللي يمكن الناس كلها بقى ايه بيبقى خلاص جايه هي عايزين كده. الناس كلها بتيجي لا احنا زهقانين من الكريمات، لا احنا استخدمنا مش كتير عارفه كريمات. تستمر. بالظبط ما بستمرش، مش فاضيه مثلا. فانا عايزه اعمل على طول جلسات. فمثلا حضرتك قلتي حاجتين دلوقتي، قلتي حد عايز يوحد بشرته. عندنا انواع كتيره جدا من الجلسات. الجلسات لازم احنا يبقى عندنا كذا نوع من الجلسات عشان نوفقها على النمط بتاع حياه اللي جاي يعمل الكلام ده. بمعنى ايه؟ يعني انا عندي جلسات مثلا ممكن لازم هقعد بعديها فتره مثلا ما انزلش في الشمس لمده يومين، وفي جلسات مش هنزل في الشمس لمده اسبوع.
مش معقوله هاجي لحد شغال كل يوم او بنت في الجامعه مثلا عندها كليه عمليه وبتنزل كل يوم، هقول لها تقعدي اسبوع في البيت، مش هيبقى مناسب ليها. فلازم اختار نوع الحاجه اللي تناسبها. فمثلا لو بنت عايزه تعمل مثلا توحيد للون البشر، في انواع كتيره جدا، في انواع من التقشير. التقشير ده عشان الناس برضو بتتخيل ان التقشير ده بيعمل حرق والكلام ده كله، لا، طالما احنا بنستخدم مواد كويسه بنتبع التعليمات الصح، ايه اللي هيحصل معايا؟ هيبتدي يتم تقشير لطبقه سطحيه من الجلد، والطبقه السطحيه دي هي اللي بتبقى فيها التسبغ كله، فيها الالوان وكل الكلام بيتم ده. بيتم ازاي ده يا دكتور؟ عبارة فعلا عن في تخوف جامد الموضوع ده. يعني التقشير دوت بيبقى عباره عن سوائل معينه بتتحط بترتيب معين، وكل حاجه بتتساب على البشره فتره معينه، ثم في الاخر بتحط ماسك. الماسك ده ممكن يقعد ما بين 4 لـ6 ساعات، خلاص بتروح بيه البيت ونديها التعليمات. هيتم بعد يومين ثلاثه يبتدي كل الجلد دوت يقشر، بيقشر فعلا، بيطلع من الوش كده، هو خفيف خالص، سطحي جدا، ما ينفعش طبعا اي المريض بقى يشد ولا يلعب فيه خالص ولا حاجه. كريمات معينه بنحطها بعد التقشير دوت، بيبتدي يقشر كله بالتساوي ويدي النتيجه بتاعته. في بيحتاج مره واحده بس بتبقى كافيه ليه، وفي اللي بيحتاج مرتين وثلاثه عشان يوصل للنتيجه اللي هو عايزها. تمام، وحضرتك اللي بتحدد الموضوع ده. طبعا. معانا مداخله، ياسمين اتفضلي. الو الو، مين؟ محمد عطيه مع حضرتك. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل، سامعينك. منور الشاشه يا فندم. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ممكن اوجه سؤال لحضرتك؟ اتفضل الدكتور معاك اهو. معلش علي صوتك. دكتور ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ انا دكتور بعاني من الصلع المبكر، انا سني 35 وابتدى شعري يقع من وانا صغير يعني. تمام. فهل يا ترى اقدر ان انا يعني اقدر ان انا انقذ ما يمكن انقاذه؟ مثلا في حاجه تانية ممكن ترجع الشعر؟ طيب تمام، حضرتك ليك سؤال يا دكتور؟ لا لا، انا ماشي. محمد ليك سؤال تاني؟ لا يا فندم، شكرا. طيب اتفضل، اسمع يا دكتور، موضوع الشعر مقرك. طيب. البنات والشباب. محمد هو اسمه؟ جرأة من محمد انه يسألني انا السؤال ده يعني طبعا. طيب لا، بص، خلينا نتفق برضو على شويه نقط مهمه جدا في موضوع الشعر. احنا بنعمل حاجات كتيره جدا مضره لشعرنا، والولاد يعني زي البنات، اذا كانوا البنات بيعملوا دلوقتي كل الحاجات الجديده، البروتينز والكرياتين والكلام ده كله، فبرضو الولاد ما بيسيبوش جل بقى والحاجات اللي بتفرد، كلها مواد، كلها حاجات مضره جدا، وفعلا الحاجات دي بتحرق الشعر. يمكن محمد بيقول بس ان هو موجهنا دايركت على موضوع الصلع الوراثي. هي الصلع الوراثي هو ليه علاج، والكلام ده كان يعني بيبتدي بدري شويه طبعا. وده عباره بتبقى عن بخاخات بانواع ماده معينه بتتحط على الشعر وبتبتدي تستخدم، ولكن الحقيقه هي للرجاله يفضل انها تستخدم طول العمر. يعني هي بتستخدم الاول صباحا ومساء، ثم بنبتدي ايه نسحبها من الجسم الى ان هو بقى يستمر بعد عليها. بعد ما تم اوريدي الصلع ولا في الاول؟ في البدايات شويه. تمام. ثم نبتدي نسحبها لحد ما بيوصل لجرعه معينه يبتدي يستمر عليها ايه طول العمر. الحقيقه يعني هو طول العمر مثلا بيستمر عليها مرتين في الاسبوع، بس الناس بتخضل طول العمر دي يعني. كل يوم لا لا، هي بنفضل نسحبها كده نقللها لحد ما نوصل ان احنا ايه بنستخدمها مرتين في الاسبوع مثلا على مدار طول العمر. بتجيب نتيجه يا دكتور؟ لو في البدايات، اولا هي بتنبت شعر، بتحافظ على الشعر اللي موجود، وبالتالي دي بتبقى نتيجه مرضيه. بس طبعا الكلام ده زي ما انا بقول لحضرتك لسه، مثلا الشعر ابتدى يخف في البدايه، يبقى فيه فراغات خفيفه في النص. ولكن الصلع الوراثي عند الرجاله هو حل وزراعه شعر. يعني احنا دايما في الصلع الوراثي نقول ايه؟ نقول ان احنا بنعالج لحد سن معين، او لحد ما المريض يقول لي لا انا خلاص كده مش عايز استخدم بخاخه تاني، انا هبتدي اعمل زراعه الشعر. لان دلوقتي خلاص زراعه الشعر حلت محل تماما ايه كل الحاجات بقى اللي كنا بنعملها زمان، زي الميزوثيرابي وزي الحاجات دي في الصلع الوراثي. احنا دلوقتي خلاص بقى الرجاله معظمها دلوقتي بيعملوا ايه؟ زراعه الشعر، لانه خلاص لا الراجل بقت سهله. هي سهله، هي من الاول سهله، بس هي فعلا دلوقتي بقت اسهل واسرع مع برضو الحاجات الجديده والتولز الجديده اللي بنستخدمها بقت اسرع طبعا. ولكن لو هو بيسالني على حاجه كعلاج، هي بتبقى بخاخات كعلاج في البدايه، كبخاخه في البدايات. ولو هو يعني حسب حاله شعره، يعني لو هو فعلا عنده شعر مجرد ان احنا عايزين بس ايه ننبت حاجه بسيطه نزوده بالظبط، ممكن نقدر نستخدم البخاخات ديت مرتين في اليوم في البدايه ونستمر عليها فتره
النضاره وبعد كده نقللها، ولكن لو الموضوع بقى متقدم شويه ده ممكن برضو للبنات اللي شعرها بيقع او طبعًا بينزل جامد برضو تستخدم البخاخه دي بالظبط. بس يعني هي برضو ايه، لازم نبقى في كل حاجه ليها حاجاتها. يعني بمعنى ان هو لو ولد البخاخه ديت هتبقى كافيه قوي ليه، مع الالتزام ان يبقى عنده شامبو مثلا ما يضرش البخاخه ويمنع شويه الجل والحاجات دي، يستخدم على الاقل كريمات طبيعي. البنات بيحتاجوا حاجات اكتر شويه. خلينا متفقين برضو ان ظروف البنات بتبقى مختلفه شويه عن ظروف الولاد. بمعنى ايه؟ ان البنت هتتعرض في حياتها لفترات زي الحمل والرضاعه حاجات بتاخد كده. الفيتامينات من الجسم هتاخد الفيتامينات وممكن ساعتها البخاخات مش هينفع نستخدمها في الفتره ديت، مش تبقى مناسبه للحمل والرضاعه. يبقى اذا البنات او الستات عامه بيبقى ليهم حاجات ازيد شويه، وضعها مختلف بالظبط. وما انساش كمان ان البنات بيبقى ليهم متطلبات اكتر شوية. مش شرط ان الولد هيقول لك انا عايز شعري ناعم، صح، انما بيبقى شرط عند البنت ان هي باستمرار يبقى شعرها مترطب، ما فيهوش الهيشان والتقصيفه. كمان طول الشعر دوت لازم نهتم بيه. تيجي بنت كل مشكلتها ان شعرها ما بيطولش، ورغم كده هي شعرها جميل وشعرها ناعم ومش بيقع بس ما بيطولش. فلازم بنتكلم في حاجات وبنسال على حاجات كتيره. وانا في رايي ان اهم حاجه بالنسبه لشعر البنات هو الفيتامينات والتغذيه، هو ده اهم حاجه. ونبعد تماما عن كل المواد اللي بتنتج حراره بمختلف انواعها، الصبغات كل بقى صبغات البروتين والكرياتين والحاجات دي حتى كلها، حتى المكوى والسشوار والكلام ده كل ما هنقلل منه كل ما هيبقى افضل وصحي للشعر. طب بمناسبه الترطيب، في حاجات ممكن تنعم الشعر يكون طبيعي؟ هو مش هتحول الشعر يعني مش زي الحاجات التانيه بالظبط، لا يعني مفيش ابدا حاجه بتوصل لنتيجه الكيميائيه. هي ممكن تحسنه، هي بتحسنه فعلا. بتشيل الهيشان، بتشيل الترطيب. وانا خلينا متفقين ان الشعر الحلو مش هو الشعر الناعم بس. ما في شعر كيرلي وحلو وفي شعر يعني مختلف انواع الشعر، بس المهم ان الشعرايه تبقى بسمكها وبتبقى لمعتها، ما تبقاش الهيشان والتقصيف والكلام ده كله مطفيه وكده. ده كل ده بيحصل بالكريمات والسيرامات عادي جدا يعني. طب حلو جدا، نرجع للتجاعيد اللي هي جايه. عايزين ناخرها، يعني عايزين ناخر التجاعيد. يعني حد مثلا عمره في الثلاثينات باوطان ابتدى يظهر حاجات بسيطه، التاخير التجاعيد دي تيجي تعمل جلسات، تبتدي بالجلسات ولا تبتدي كريمات مع الشروط والحاجات الخفيفه اللي ابتدت تطلع؟ خلينا نقسم التجاعيد برضو ايه تقسيمه كده خفيفه عشان الناس تفهمها. الناس خايفه كمان من قصه التجاعيد يعني. طيب لا، هي التجاعيد ما تخوفش، هي التجاعيد محتاجه عنايه. بمعنى ايه؟ خلينا نتكلم على تجاعيد خفيفه جدا بتظهر مع الفيشال اكسبريشن او مع حركات او التعبيرات بتاعت الوش. يعني هي في العادي هي ما عندهاش تجاعيد، ولكن لما بتبتدي تتكلم في تجاعيد بتبتدي تبان. يعني المرحله ديت بتبقى مرحله خفيفه والتجاعيد فيها خفيفه. فاذا احنا ممكن نبتدي بالكريمات او السيرم او الكولاجين او وات ايفر هنعمل ايه كروتين في البيت معاه، نبتدي جلسات خفيفه. في جلسات كتيره جدا بتبتدي تحفز الكولاجين في الجسم، فبالتالي او في البشره يعني المكان اللي هنعمل عليه. فبالتالي احنا لما نعمل مثلا في جلسه مثلا اسمها ديرما بين مثلا. ديرما بين ده جهاز يمكن البنات كلها دلوقتي حتى بتعمل عليه فيديوهات في اليوتيوب وهنا وهنا. الجهاز ديرما رول، هم بيعملوا بحاجه اسمها ديرما رول. ديرما رول هو الديرما بين، بس ده الديرما بين ده هو الحاجه البروفيشنال بتاعته او اللي هي بالكهرباء زي ما بنقول يعني، انما ده مانيوال يعني. وكويس ده طبعا، ده جهاز ممتاز جدا لو هيتعمل صح بطريقه صح هتلاقي منه نتائج حلوه مع الوقت. نفس الكلام، هو الديرما بين ده عباره عن ايه؟ هو بقى الجهاز زي ما بقول لحضرتك المتقدم بتاع الديرما رول. احنا مثلا عندنا في العيادات بنعمل ايه؟ بنعمل الجهاز بتاع الديرما بين دوت على التجاعيد، على البشره كلها. بنبتدي نحط احنا كمان على الجهاز دوت مواد معينه تدي نضاره. هو الجهاز ده بيعمل ايه؟ الجهاز ده فيه سنون دقيقه جدا. السنون دي لما بتعدي في الجلد هي بتعمل ايه؟ بتفتح لي شانلز، بتفتح لي قنوات للجلد جوه عشان تدخل المواد اللي حضرتك حاططها بالظبط. انا لو ما عملتش اي حاجه ولا حطيت اي مواد، هي بس مجرد الجروح الدقيقه اللي حصلت دي هتعمل لي اكتيفيشن للكولاجين. انا بقى بننتهز فرصه بقى ان في شانلز مفتوحه كده اهوت، نبتدي نكب احنا مواد جوه الجلد. ايه المواد دي بقى؟ حسب بقى طبيعه كل بشره. واحده مثلا عايزه تعمل توحيد للون البشره، يبقى احنا هنحط مواد بتفتح البشره. واحده عايزه تعمل التجاعيد اللي حضرتك بتقولي عليها، يبقى احنا نحط المواد اللي فيها كولاجين، او ممكن نحط كولاجين بس لوحده خام. وكل الكلام ده بيدي نضاره بعد الجلسه بيومين ثلاثه بتدي النتيجه تبان. ده لو واحده مثلا ما عندهاش وقت اكتر من يومين 48 ساعه مش قادر تتعرض للشمس. انما لو في وقت بقى اكتر من كده ممكن اقعد اسبوع مثلا في
في الشمس ممكن اعمل حاجه اسمها فراكشنال ليزر. فراكشنال ليزر هو نفس فكره الديرما بين ان انا بفتح شانلز للجلد جوه ولكن بليزر يعني بحراره بالبلدي كده اهوت ان انا بفتح شانلز وببتدي اكتف الكولاجين بطريقه معينه واقدر برضو اكب عليه. فكل ده في حاله ان التجاعيد دي حاجه خفيفه وبتظهر في الوقت اللي احنا ايه بس مع الاكسبريشنز يعني وكده آه. وده حافظ لي ان هي ما تزيدش عن كده. تمام. اما لو عندي حد بقى ويمكن ده بيبقى في سن متقدم من اول اكبر شويه خلي بالك هو مع برضو الحاجات الميك اب والحاجات اللي احنا بنعملها اول وعايز اسالك دكتور الضغوط النفسيه والمناخيه والحاجات دي بتاثر دي اهم حاجه طبعا بتاثر على كل حاجه ده بيأثر على البشره وعلى الشعر وعلى الجسم عامه يعني مع وجود بقى زي ما بقول لك الميك اب ومستحضرات التجميل والكلام دوت اصبح ان التجاعيد دي كمان بتظهر بدري اكتر فبالتالي بقى بنواجه دلوقتي بنت عندها 25 30 سنه حقيقي. عندها تجاعيد موجوده مثلا حوالين عينيها او في جبهة او حوالين بقها مثلا جامده جدا في وقت مبكر جدا ومضايقاها جدا فدي لازم احنا بقى بنتدخل في الموضوع دوت سواء ان كنا بنعمل مثلا حاجه زي البوتوكس مثلا البوتوكس دوت حاجه بتشد التجاعيد اللي في اعلى الوجه والفيلر ده حاجات بتملى التجاعيد اللي بقى نخش في موضوع الفيلر والتجاعيد وبالنسبه بقى الحاجات النفخ بقى والشفايف والخدود وفوق العين الحاجات دي بتتظبط بقى ازاي عايزه اخش في موضوع الفيلر طيب البوتوكس والفيلرز هم دولت عباره عن مواد الهدف منهم ان هم يشيلوا التجاعيد اللي في الوش ولكن دايما تجاعيد الوش دي مختلفه يعني احنا عندنا التجاعيد من اول العين كده وطالع دي حاجه ومن تحت العين صح. ونازل ده موضوع تاني البوتوكس هو هدفه ان هو ماده بتعمل ارتخاء للعضلات هتلاقي دايما ان كل التجاعيد اللي فوق العين ديت وجنب العين هنا دايما هي بتيجي مع حركات الوش او بتيجي مع العضله نفسها يعني هرفع حواجبي هتبان هبتسم هلاقي كل التجاعيد دي بتبان نفس الكلام لو انا واقف من الناس مثلا بتشتغل في الشمس طول النهار والليل طول النهار عامل الحركه دي هلاقي الحركات بتاعت الغضب او علامات الغضب دي كل الحركات دي بتظهر مع العضله يبقى اذا انا وظيفه البوتوكس ان هو بيعمل ارتخاء للعضله فبتبتدي التجاعيد دي ما تبانش معايا اما الفيلر فهو فكره ان انا املى مكان فيه تجاعيد ده بقى بيبقى وظيفته تحت دايما تحت العين كده النص الاسفل من الايه من الوجه عندي اماكن كتيره جدا بالفيلر ممكن اعمل ممكن اعمل خطين اللي حوالين الفم ممكن اعمل خطين هنا حوالين الشفايف بتملاهم عشان ما يبقاش فيه الخطوط دي بالظبط ده ماده مالئه ماده بتتحط في المكان وتبتدي تملى المكان ده في منها خطوره او حاجه ولا امان لا طبعا الماده دي لو اتحقنت متخصص اللي حقنها والتزمنا بكل التعليمات وبنستخدم المواد الكويسه المواد يعني الحلوه كويسه بالظبط بيوتي سنتر دلوقتي بيعملها طبعا بيوتي سنتر ومش عايزين بقى في الموضوع بتاع الفيلر والبوتوكس ده مش عايزين نخش مسترخص يعني زي ما بنقول لان الحاجات دي صحتك يعني دي اهم حاجه في الدنيا وفي بس في احيانا وش الواحد يلاقي وش عامل الحاجات دي بس مخشب كده ما تحسش ان هو طبيعي ده بيبقى ايه حقن زياده ولا طبعا ما هو ده اللي احنا بنقول عليه احنا لازم نحقن عند متخصص حضرتك احنا دلوقتي في دلوقتي تقنيات عندنا في حقن الفيلر احنا بنحقن بوينتس احنا ما بنحقنش الكميات بتاعت زمان دي دلوقتي احنا نحقن بوينتس نقط معينه في الجلد بنبتدي يعني في الوش نفسه نحقن النقط ديت كل حاجه كده 0.1 0.2 كده حاجه خفيفه بسيطة. خالص بتغير الشكل تماما ده احنا حتى دلوقتي واحنا بنحقن الفيلر دايما نحقن نص ونخلي اللي بيعمل فيلر يبص الاول في المرايه عشان يشوف قد ايه الفرق من النقط الخفيفه اللي احنا طبعا طب دي بتتعمل كل قد ايه الفيلر ممكن يقعد من 9 شهور لسنه سنه ونص البوتوكس يقعد حوالي 6 شهور مثلا ويبتدي يكرر يتغير تاني بالظبط طيب حضرتك كنت عايز تتكلم بقى السن المتقدم ده يعمل ايه يعني الست كبيره وخلاص اوريدي خلاص وشها كله بقى فيه تجاعيد ده ممكن ياخد جلسه واحده ولا ده بقى على جلسات يعني عندها اماكن كتير في وشها الفيلر والبوتوكس لو احنا بنتكلم على التجاعيد نفسها هو جلسه واحده جلسه وبنيجي بعد اسبوع كده بنعمل له حاجه اسمها ريتاتش يعني ان احنا نعدي بس لو في اي حاجه كده ايه تجاعيده ولا حاجه لسه باينه بنكملها انما في وش اصلا احنا بنبتدي نقيم الامور بمعنى ايه يعني في لو حضرتك بتتكلمي على السن اللي هو بدايه مثلا من الخمسين وكده اللي هو بلاقي كمان ان الجلد كله ابتدى يترهل ويتهدل يعني الحين الفيلر ممكن ما بقاش مناسب وفي نفس الوقت ممكن يبقى محتاج كميه كبيره عشان اقدر املى كل الايه الوش اللي وقع دوت وتهدل يعني
خلي بالك، وده مش في السن الكبير بس، احنا دلوقتي بنواجه كلنا عارفين العمليات بتاعت تدبيس المعده وتدبيس. ايوه حقيقي. تلاقي بقى الوزن نزل بال 50 وال 60 كيلو. فجأة الجلد بقى كله نازل بالظبط، فالدهون كلها بتاعت الوش بتقع، فبالتالي الجلد بيترهل. فالحقيقه اختيارنا هنا بيروح لحاجه تاني غير موضوع الفيلر دوت. احنا دلوقتي عايزين كميه كبيره تملى المكان دوت. وايه الحاجه اللي ربنا كان خلقها في المكان دوت؟ هو الدهون. يعني هو كان فيه دهون وهي خست او بايا كانت الطريقه، فالدهون دي كلها نزلت. فبالتالي بنلجا لحاجه تاني زي حقن الدهون اللي كنا اتكلمنا عليها في الحقنتين اللي فاتوا دول. في الوجه ينفع بالظبط، لان احنا بقى خلاص يعني حقن الدهون ده احنا عندنا بقى كميه كبيره، هقدر اخد اللي انا عايزه، فاقدر احقن الوش بالطريقه ارجعه زي ما كان، كميه الدهون اللي نزلت منه دي بنرجعها تاني. ده بيبقى اوقع من الفيلر، وعلى فكره الدهون تقعد يعني كمان فتره اطول من الفيلر. حلو جدا، هيناسب مع الوجه طبعا. مثلا مش كل شويه بقى هروح املى فيلر بكميه كبيره. بالظبط، وهو ده اللي بيناسب السن المتقدم شويه. ثانيا احنا لازم نتفق ان 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 الوجه دوت برضو ايه، هو يعني طبقات. يعني في جلد مترهل، في دهون موجوده تحت الجلد، في عضلات تحت الجلد، كل ده لازم بنعمله كله. يعني في حاجه اسمها الخيوط الفرنسيه. الخيوط الفرنسيه دي ناس كتير قوي بتسمع عنها. أيوة. هل كل الناس تنفع تحقن الخيوط الفرنسيه؟ لا مش شرط. ما انت تلاقي واحده وشها مشدود خالص بس عندها تجاعيد، فبالتالي دي مش هينفع معايا ان انا اعمل لها، لا دي انا اعمل لها نوع تاني زي الفيلر او البوتوكس مع الخيوط الفرنسيه. تمام اوكي دكتور، احنا معانا فاصل وهنرجع تاني. اعزائي المشاهدين فاصل وراجعين تاني. اهلا بيكم بعد الفاصل ونكمل مع دكتور شاكر. دكتور شاكر، في مصطلح جديد اسمه البلازما. يعني ايه البلازما؟ مصطلحات كتير. لا بلازما مش مصطلح جديد ولا حاجه. بلازما يمكن اتسمع عنها مؤخرا بكثره من كتر ما الناس عملتها بصراحه. يعني البلازما ده عباره عن ايه؟ البلازما احنا بناخد الدم بتاع المريض نفسه اللي هيعمل البلازما، نبتدي نفصله بطريقه معينه بحيث ان احنا نحصل منه على مكون من مكونات الدم اسمه البلازما. البلازما ده هيبقى الجزء الغني بالبروتينز والبليتلت وكده، وهو دوت اللي بيدي كاني بحقن، بركز تحقن الفيتامينات. معلش يا دكتور، انا باخد من المريض نفسه دم بالظبط واعمل فيه حاجات؟ بفصله بطريقه معينه، بطريقه معقمه، تعقيم تام، عشان ابتدي احصل منه على جزء اسمه البلازما. البلازما دوت عباره عن سائل اصفر شفاف كده، ده بيبقى غني بالفيتامينات، وابتدي انا اوزعه بقى زي ما انا عايز. لو بحقنه في الشعر بيبتدي يعمل بيعالج تساقط، لو هعمله في البشره بيدي نضاره، ممكن يعالج التجاعيد الخفيفه، بحطه بعد الديرما بين او الفراكشنال ليزر زي ما اتكلمنا، اللي هي جلسات التجاعيد الخفيفه النضاره يعني. بس لازم طبعا بيبقى معاه مصاحب بحاجات تانية. ما ينفعش حد يقول لي لا انا هعمل بلازما بس مثلا وشعري يخف من غير ما اخد علاج، لا ما ينفعش. او من غير مثلا ما اخد معاه ميزوسيرب برضه، يعني الكلام ده مش هيبقى لوحده كافي يعني. لازم ولا كان طبعا لازم يبقى مصاحب لحاجات. تمام، معانا داخله ام محمد، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بتكلم الدكتور لو سمحتي. الدكتور معاك يعني. لو سمحت يا دكتور، انا عندي ورم تحت عيني كده مسبب لي يعني نفسيا تعبانه منه. تمام. مش عارفه اعمل له ايه. ورم تحت العين، حضرتك عندك كام سنه؟ عندي 60. 60 سنه. اه. تمام، ليكي سؤال تاني يا ام محمد؟ لا يا حبيبتي. اسالها على حاجه بس. طيب اتفضل يا دكتور. ازاي حضرتك عامله ايه؟ الله يخليك. الله يبارك فيك. طيب عايز اسال بس على شويه حاجات. انت نظام يعني نظام نومك منتظم؟ بتنامي بدري بتصحي؟ لا بنام، بنام كتير. مفيش موضوع السهر الزياده ده ولا حاجه؟ لا 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 لا. طيب لا. بالنسبه للمنبهات زي القهوه والشاي والحاجات دي؟ لا برضه مش يعني مش كيفه، هي شويه شاي الصبح وساعات ايام لا يعني مش كيفه لا. طيب والموضوع في جانب وراثي؟ يعني في حد من والدك؟ هو ممكن يكون والدتي ممكن. تمام. بس تمام. انا ما بحسس فيها كده دكتور، احس حاجات مكلكعه طريه كده زي ما يكون اكياس دهنيه او حاجه. بالظبط صح. تمام يا فندم. تمام ماشي. تمام اتفضلي يا ام محمد، شكرا على اتصالك. الورم اللي تحت العين. انتفاخ. خلينا نتكلم على الانتفاخات او نتكلم على منطقه حوالين العين دي دايما. ايه المشاكل اللي دايما بنلاقيها حوالين العين؟ يا اما تجاعيد، يا اما هالات سوداء، يا اما الانتفاخ. واحنا هنبتدي بالانتفاخ عشان يعني هي سالتنا عليه. الحقيقه احنا
يمكن من فتره كده قريبه مش بعيده يعني، كان الانتفاخ ده دايما نعمل له ايه؟ نعمل له العمليات اللي هي العمليه، بنبتدي نفتح من فتحه كده دقيقه ما بتبانش، بنبتدي نطلع الدهون اللي موجوده تحت الجلد ونعمل عمليه اسمها شد جفني يعني، ودي كانت بتنفع في الايه؟ في الانتفاخ اللي تحت دي، وكانت بتحسن النتيجه. بس خلينا دايما، احنا دايما كل ما بنتقدم وكل ما بنبتدي نحدث ونعمل ابديت للحاجات اللي عندنا بنبعد دايما على الحاجات اللي بتخوف العين. يعني دايما اول ما تقول عمليه طبعا حتى لو دقيقه بالظبط كده، عمليه دقيقه وبنج موضعي بس برضو دي يقول لك لا دي حوالين العين يعني وكده. فلها دلوقتي بقى في اجهزه مختلفه، في حاجه اسمها بلازماش او بلازماتيك، وده عباره عن جهاز يبتدي يعمل نقط دقيقه كده، ده ما بيل يعني حتى مش بيلمس الجلد، حتى نفس الجهاز مش بيلمس الجلد، ده من بعيد كده يبتدي يمشي على المنطقه ديت بطريقه معينه، ده بيعمل على شد الجلد كويس خالص، ويبتدي يقلل من المنطقه المنتفخه دي، وبتبتدي ايه ترجع فعلا لمكانها، لكن ده بيحتاج جلسات مش جلسه واحده. في طرق تاني مع البلازماش دي ممكن تتعمل، زي ان احنا نعمل نحقن مواد معينه تحت المنطقه في الانتفاخ ده، تبتدي تدوب الدهون ديت وتبتدي تشد الجلد، وبرده دي بتحتاج ايه شويه هي وصلت للمرحله دي ممكن كريمات ولا خلاص ما دام وصلنا للمرحله دي خلاص؟ لا صعب، لا الكريمات مش تقدر تعمل حاجات معالجه. الكريمات كويسه قوي في التجاعيد الخفيفه في البدايه بالظبط، كويسه في الهالات، واحده عندها هالات وما عندهاش انتفاخ، ودايما لازم بقى نخلي بالنا كويس قوي من الحاجات اللي بتعمل الايه الهالات السوداء دي، السهر، الارق، عدم انتظام النوم. لو واحده بتنام اللي هي بنام كويس، بتنامي كام ساعه؟ بنام مثلا 10 ساعات بس، بتنام واخدهم العكس بالظبط، هي بتنام على الساعه 7 الصبح مثلا لحد الساعه 2 العصر، ده مش صحي طبعا، وده بيأثر تماما على المنطقه اللي حوالين العين. لازم كمان اخلي بالي ان في امراض معينه في الجسم بتعمل الانتفاخ دوت، يعني الامراض بتاعه الكلى مثلا، امراض فبالتالي انا لازم قبل ما اجري واعمل انتبه للنقطه دي الاول. لازم المفروض ان دكتور التجميل هو يسال على الكلام دوت. لو هي جايه لي بتقول لي انا ما عنديش اي حاجه بس ما رحتش لدكاتره قبل كده، لا انا لازم انا اتاكد من الكلام دوت طبعا، عشان لو في سبب تاني غير في الاخر انا اللي هعمل الكلام دوت وانا اللي هعالج دي. بس هدفي ايه؟ ان انا بعد ما اعمل الكلام ده ما يرجعش. صح؟ طب حضرتك سالت ام محمد بالنسبه برضو المنبهات، يعني النسكافيه، القهوه، الحاجات دي بتاثر؟ بص، الحاجات كلها اللي بتاثر على المحيط العين عندنا السهر، عدم انتظام النوم زي ما قلنا، الارق، الاسترس زي ما حضرتك قلت من شويه، الحاله النفسيه تمام. عندي بقى المنبهات بمختلف انواعها خصوصا لما تبقى كتير وزياده عن اللزوم. يعني ناخد كام؟ يعني كل الناس دلوقتي بقت لازم تشرب حاجه، فمن امتى بس. ولا نحاول على قد ما نقدر نمنعها خالص؟ يعني ما ينفعش حد يقول لي انا بشرب مثلا 2 قهوه ده قليل، ومعاه 2 شاي، ومعاه 2 بيبسي، فلا يبقى كده الموضوع كتير قوي يعني، فاهم؟ ممكن فنجان قهوه مثلا. مثلا دايما المعقول كويس تمام، بالعكس ده فنجان القهوه ده مفيد كمان، لو واحد بيفيد مش بيضر. في حاجه كمان مهمه جدا، موضوع الوراثه، الجانب الوراثي ده مهم جدا، لان ده بتيجي لي واحد تقول لي انا عملت كل حاجه في الدنيا بس الموضوع يخف شويه ويرجع. لو جانب وراثي هتلاقيه بيعمل كده، يخف شويه ويرجع. لازم باستمرار، عايز روتين معايا او متابعه على طول. اي مشاكل في النظر، سواء النظر نفسه ياثر على المنطقه اللي حوالين العين، لو عندي مشكله في النظر ومش بلبس نظاره مثلا ومهمل في الموضوع ده، هياثر معايا بالسلب على المنطقه طبعا. هياثر على حته. دكتور معانا مداخله ونرجع تاني. ياسمين اتفضلي. صباح الخير يا حبيبي. صباح النور، اتفضلي. اهلا بيك. اهلا بيكي دكتور. اهلا بحضرتك، اتفضلي. بص انا عندي مشكله، ممكن انا طلعت شفاف من الموضوع اللي بتتكلم عنه دلوقتي. انا عندي مشكله في شعري، انا حاطه اوريدي بروتين على شعري. اوكي تمام. فانا ملاحظه انه شعري البروتين المفروض هو يغذي الشعر، مش كده؟ لا هتسمعي الاجابه من الدكتور. اتفضلي كملي. انت حاطاه من امتى؟ مش فاهمه حضرتك. حاطه البروتين من امتى يا فندم؟ عملتيه من امتى؟ شهر كده، من شهر وشويه. من شهر ونص. تمام. البروتين ده مش حضرتك ماده بتتحط وبعد كده بيتعمل عليها زي مكوه سخنه قوي كده؟ هو طيب ده. طب يبقى حتى لو الماده بتاعت البروتين دي هتغذي شعرك، فالسخونه احنا متفقين كلنا ان احنا هي بتضر الشعر يعني، فاهماني؟ ايه اللي حصل معاكي طيب حاليا؟ ايه اللي ملاحظاه؟ انا ملاحظه انه شعري اصبح دهني اكتر وبيقع بقى، وفي قشره. ما قشره مش كتير، بس في مش قشره، بقول لك ايه، حبات كده صغيره تمام. بتطلع في الراس وبيقع، تحس دهني اكتر وبيقع كتير بقى.
تحس انه بيتكسر كده او بيتفرول كده؟ لا، من الفروه، من الجذور نفسها. من الجذور بتقع الشعره دول. حضرتك سنك كام سنه طيب؟ انا في الاربعينات. تمام يا فندم، تمام، اوكي. ياسمين ليكي سؤال تاني؟ هو بس السؤال ده، لانه انا المشكله دي بقى معايا. تمام، شكرا ليكي. اسمعي الدكتور، ده اللي كنا لسه بنتكلم عليه، يعني والفتره الاخيره دي الحقيقه ان البنات كلها اتجهت للبروتين والكرياتين، وبيضحكوا عليهم بقصه ده معالج، ده هيغذي الشعر، ده كده، وفعلا هي في الاخر بيوقع. خلينا متفقين ان البروتين بغض النظر عن الماده بتاعته او النوع بتاعه، ماشي، في انواع كويسه وفي انواع وحشه، ولكن هو كله بيتعمل بنفس الطريقه. البرفورمانس نفسه او الحراره هي ديت اللي بتعمل المشكله، لان دي بتدمر تماما كل البروتينز وكل الشافت او الشعرايه، جسم الشعرايه نفسها. يعني موضوع الحراره دي، معلش يا دكتور، لان برضو بيقولوا في حاجات اعشاب طبيعيه بس برضو هي بتتعرض للحراره دي، كل ده كده بيدمر. انا ما عنديش مشكله في البروتين، عندي مشكله في الحراره. يعني حتى لو الماده دي كويسه، الحراره دي هتبوظ. بالظبط، حراره على الشعر ده هو اللي بيدمر الشعر. بالنسبه لها، بالنسبه للاستاذه ياسمين، يعني كانت بتكلمنا، طبعا احنا لازم نبتدي على طول ان هي تعمل علاج معين، روتين معين، تجيب انواع من البخاخات اللي بتبتدي تقوي الشعر، تبتدي تمنع التساقط وتعالج. ده حاجات كتيره، منتجات كتيره في الصيدليات، مش شرط بخاخات، في امبولات لو حد مش بيحب فكره ان هو البخاخات وكده، في كتير دلوقتي امبولز ممكن تتكسر وتتفضى على الشعر، يتعمل بيها مساج على فروه الراس حتى لو مره كل يوم. ده هيبتدي مع الوقت، خلال شهرين ثلاثه، مش هيضر على فكره نتيجه البروتين، يعني خلاص اخذنا يعني ضرره فناخد نفعه يعني. فبنهتم بالكلام ده. يعني لو هي بتستخدم بقى الحاجات بتاعه البروتين، اللي هي دايما تلاقي بروتين مع الشامبو والسيرم بتاعه والكلام ده كله، انا رايي ان هو يعني ما فيش داعي منهم، خلاص هي تبتدي تستخدم بقى حاجات طبيه شويه، تستخدم شامبو طبي، تستخدم سيرم طبي معالج بقى لشعرها، مع الامبولز او السبراي اللي بقول لك عليها اللي بتغذي الشعر دوت، وتهتم بالفيتامينز جامد قوي في الفتره ديت، حتى لو مش هتقدر تاخدها من الاكل، تاخدها سبلمنت، تاخدها كبسولات، يعني ما فيش مشكله. تمام. دكتور، موضوع الاكل بيفرق حقيقي في الشعر وفي البشره؟ يعني بالتأكيد. يفرق ولا لازم معاه فيتامين؟ لو انا مش بعرف لو انا حياتي مش هيلثي 100%، او انا مش بقدر اخد كل الفيتامينز اللي انا محتاجها، لو حد عايز حياته هيلثي، الاكل كفايه؟ الاكل ينفع يوصلني مع الرياضه، يعني لو انت كمان الحاجه الداخليه، فالاكل كفايه. لو حاجه خارجيه يبقى موضوع الرياضه يعني. وعايز اقول لك حاجه، يعني ابسط دليل على الموضوع دوت ايه؟ ان مثلا احنا عندنا مثلا في العياده مثلا بارتيشن كامل بحد مختص للتغذيه، يعني ده هو اهم حاجه. ده بيكمل ده طبعا. يجي لي حد عايز يعمل دايت، طب خلاص لازم. طب حد عنده شعر، ايه علاقته بالدايت؟ لا، لازم هو يظبط له كميه الكالوريز اللي بتدخل، الفيتامينز اللي بتدخل، اللايف ستايل نفسه. صح. بالظبط كده. فده متواجد معايا في العياده، ده بيقول لك دليل على اهميه ارتباط التغذيه بالتجميل نفسه يعني. طب الجمال. واكتر حاجه بتفضلها ايه في موضوع الاكل والفيتامينات والحاجات دي؟ الخضروات، الفواكه. طبعا. ده اهم حاجه، يعني اللي فيها الفيتامينز كلها على فكره. في ناس كده تهتم ان هي تقول لك كبسوله دي فيها كل الفيتامين، خلاص انا كده. مفيش كبسوله فيها كل الفيتامين، يعني ممكن مجموعه فيتامينز تدي كل الكلام. طيب. بس يعني هو بالعقل، يعني انه الاحلى، الاكل ولا طبعا الأكل يعني الفواكه ولا الفيتامين؟ طبعا. طيب، هنرجع احنا كده اتكلمنا عن الانتفاخات تحت العين، احنا عايزين نتكلم عن الهالات. في هالات بقى السوداء اللي بتظهر فجاه برضو تحت العين، ده اللي انا قلت لحضرتك دلوقتي ايه اسبابه. تمام. في بقى يعني في بقى العلاج بقى. اولا الكريمات، لازم نبتدي نعالج الكريمات. كل الناس بتعمل حاجه، بيحطوا ميك اب على الهالات عشان تداري الهالات. حقيقي. طب ما هو ده بيعمل ايه؟ يجي بقى بعد كده الهالات دي تبقى هالات وتجاعيد. فهو احنا لازم نبتدي الموضوع ايه؟ واحده واحده. الاول نبتدي نستخدم كريمات معالجه، مش كريمات اداري بها اللون. تمام؟ لازم نبتدي احط كريم، كل طبعا بشره بتختلف، وبنبتدي نختار لها المناسب، ايا كان بنحط كريم صباحا او مساء. نبتدي نهتم كويس قوي بالانيميا، احنا ما قلناش الانيميا من ضمن الاسباب، لازم جدا ان انا ابقى عارف الانيميا بتاعتي كام، نسبه الهيموجلوبين بتاعي كام، عشان ده بيأثر تماما على الهالات الايه؟ اللي تحت العين. فلو انا عندي نسبه انيميا او نقص بالحديد، ابتدي اعالج الموضوع ده. دكتور، هنرجع لها معانا مصطفى، ونرجع لها. مصطفى اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا كنت عايز اسال على الهالات اللي تحت السوداء اللي تحت العين. الهالات السوداء اللي تحت العين. حضرتك عمرك قد ايه؟ 25 25 سنة.
دكتور ليك سؤال ما؟ نفس يعني حاجة برضو بتشرب منبهات وكده قهوة والشاي وكلام ده؟ بتشرب أي منبهات؟ لا حضرتك أنا أقصد القهوة والشاي يعني والحاجات دي. لا لا ما بشربش قهوة ولا شاي. طيب تمام. طيب والنوم منتظم وكده؟ لا أنا مش منتظم برضو، بنام الساعة 8 بطلع الساعة 5 الفجر. طب ما ده حلو. 8 المغرب. آه 8 المغرب ده جميل. تمام تمام. مصطفى ليك سؤال تاني؟ حضرتك والدتي والدتي شعرها بيقع. عندها كم سنه يا مصطفى؟ حوالي 55 سنه. تمام ماشي يا مصطفى حضرتك. تمام يا مصطفى. اسمع الدكتور، شكرا على اتصالك. احنا كنا بنتكلم في موضوع الهالات دلوقتي وهتلاقي موضوع الهالات السوداء مالوش سن. حد 25 سنه لحد 35 سنه هتلاقي اكتر من كده. فكنا بنكمل بنبتدي زي ما قلت حاجه، اول حاجه بنظبط نسبه الانيميا ونقص الحديد، نبتدي نعمل كريمات يوميه في البيت كاروتين لمحيط العين عامه، ثم نبتدي نتدخل نشوف بقى هنعمل ايه لو الموضوع حاله لسه بسيطه وكده. بس 25 سنه بينام بدري مفيش منبهات، ده بيبقى ايه، وراثه؟ اه ممكن وراثه، ممكن نقص انيميا احنا ما لحقناش نساله. دخل في موضوع والدته. ممكن يكون انيميا. ممكن طبعا يكون انيميا، هو ده السن بتاع الانيميا يعني. ماشي. الكريمات، ثم نبتدي نشوف بقى احنا ممكن نعمل له جلسات ايه. في جلسات كتيره جدا لموضوع حوالين العين. في ممكن نحقن بلازما اللي حضرتك قلتي عليها دلوقتي. ممكن نعمل مواد طبيه اسمها ميزوثيرابي مخصوص لمحيط العين تتفتح موضوع الهالات دوت، لدرجه ان في حتى دلوقتي تقشير خفيف كده بيتعمل، نوع معين من التقشير بيتعمل حوالين العين عشان يبتدي يفتح المنطقه ديت. تمام دكتور، هنرجع بقى للسؤال الثاني بس هناخد اقبال ونرجع. اقبال اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماشي، عندي سؤال دكتور. اتفضلي. اتفضلي. حضرتك انا شعري على طول واقف النمو، مفيش اصلا نمو. بمعنى ايه؟ مش بيطول يعني؟ ما بيطولش خالص، حتى لو قصيت الاطراف ما بيطولش. تمام. وحضرتك بتاكلي كويس فيتامينز كويس؟ تاخدي تاكلي حاجات صحيه يعني؟ والله الحمد لله ماشي الحال، بس انا بيكون في اعراض اكتئاب من وقت للتاني يعني. لا بشكل مستمر. انت عندك كم سنه؟ 25. تمام. طيب دكتور ليك سؤال. طيب في تحاليل حاجه كده يعني الانيميا على الاقل مظبوطه يعني؟ لا مظبوطه، واخر حاجه كان تحليل كويس والضغط حلو والسكر من حوالي 15 يوم يعني. انت متزوجه يا اقبال ولا بنوته؟ انا بنوته. طيب حياتي ماشي. اسمعينا، اسمعي الدكتور، شكرا على اتصالك. قلت يعني برضو ناخد جزء بتاع الولاده والحاجات دي. هي طبعا ايه يعني اتكلمت في نقطه مهمه جدا، ان هي بتتعرض لاكتئاب بفترات كتيره. الاكتئاب يعني الناس دايما بتتخيل ان الدكتور اللي بيسال على الاسترس على الاكتئاب ده هو مش عارف الموضوع، فيعني هو بيقول الاسترس. لا الحقيقه لا الاسترس ده والاكتئاب جزء من حياتنا يعني، خلينا واقعيين طبعا. وده حاجه من الحاجات المهمه جدا وليها اسباب جامده جدا في تساقط الشعر. احنا ليه علاج، بس هي الفكره ان احنا لازم نحط ايدينا على السبب عشان ما نقعدش نكرره كل شويه. فطبعا يعني 25 سنه اهم حاجه ان هي طبعا هتبعد شويه عن الاكتئاب ده، لان هي كل الحاجات الثانيه اللي قالتها التحاليل مظبوطه كل يعني. هو الاكتئاب هو اللي عامل ممكن الموضوع. يكون سبب طبعا يعني لحد ما نشوفها يعني. ولكن هي بتبتدي تستخدم ايه؟ لازم تهتم بحاجات موضعيه بتتحط على الراس، بتبقى عباره عن فيتامينز وكده. لازم تاخد سبلمنت تزود بيها نسبه الفيتامينز اللي جوه. تهتم دايما بالروتين اليومي بتاع الشعر من حيث الشامبو اللي تستخدمه، من حيث الكريم الترطيب او السيرم الترطيب اللي هتتكلم. ويمكن ده نفس الكلام اللي برضو هنقوله لمامه مصطفى اللي كانت اتصل. نفس الكلام يمكن مامه مصطفى هتبقى يعني سن اكبر شويه، فبالتالي طبيعي اختلاف الهرمونات في الجسم بتبتدي توقع الشعر طبيعي مع السن الكبير دوت. ولكن احنا بالحفاظ اهتمام برضو في روتين يومي زي ما هو للبشرة برضو للشعر طبعا. معنا حسن يا دكتور وهنرجع تاني. حسن اتفضل. الو. ايوة يا حسن اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ ازي صح. اهلا وسهلا، اتفضل سؤالك. الدكتور. الدكتور كويس، الدكتور معاك اهو. سؤالك يا حسن. ايوه يا معلم. حسن
الاتصال اتقطع. طيب دكتور احنا للاسف حلقتنا انتهت، عايزين كده نصايح اخيره بسرعه سريعه كده للشعر وللبشره، وان شاء الله هنكمل معاك تاني باذن الله. طيب نقول كده بس كام حاجه للبشره بسرعه. ان احنا لازم نهتم كويس قوي، نختار غسول مناسب لينا، لازم نختار صن بلوك مناسب لينا، ودولت حاجتين لا غنى عنهم. وفي الشتاء نهتم بالترطيب، في ترطيب للبشره الدهنيه وفي ترطيب بنوع اخر للايه للبشره الجافه. بالنسبه للشعر يا ريت نبعد عن كل الحاجات اللي بتعمل الحراره، مش عايزين ندمر شعرنا، مش عايزين دايما نلجا لفكره انا شعري ناشف عايز اخليه ناعم وكده، لا الشعر الكيرلي حلو والشعر الليس حلو، ولكن الفكره انه يبقى شعر صحي، فنبعد عن كل الكلام ده، نهتم خالص بالفيتامينات والتحاليل والاكل كويس، وان شاء الله. شكرا دكتور جميل. نورتني انا بحب حلقه حضرتك جدا، واكيد الساده المشاهدين فيها معلومات قيمه جدا. ان شاء الله لينا لقاءات ثانيه باذن الله. اعزائي المشاهدين اتمنى تكونوا استفدتم من المعلومات دي كلها، وان شاء الله لينا لقاءات ثانيه جديده، والى اللقاء في حلقه جديده.